نضمك في الثمن. i5 سيزيام جينيراسيون 128 SSD و 8 في الرام DDR4 ب 1999 درهم. بوطون، شوف لي البوطونات ديالو جداد. هاد النقل اللي تنهضر عليه هذا ب 16 في الرام و 512 SSD، غيبقى فقط 2750 درهم. اخوان عذروني على هاد المساله، راه هنا عندي 10 القطع كنقولها لكم من دابا، 10 ديال البياسات، وفي تينك باد كاينين 7 القطع، وغنعاود نقولها راه ما غتغلبناش الاخوان نجيبو 100 قطعه ولا 50 قطعه، لا راه تنعزلو السلعه باش الكليان اللي كيشد البياسه في يدي كيتمتع بها. حاس بكم وعارف انه بزاف الناس ما كرهش يكون عنده بحال هاد البيسي اش بي ويكون i5 سيزيام جينيراسيون بحال هذا برو بوك، يكون بهاد ليطا بهاد النقا كارانتي. لكن اخويا تقولش ليه 2500، ما تقولش دير لي بروموسيون تقولي 2300، لا الناس ما عندهمش باغين شي حاجه ما يسمعش ديك 2000 او يعني 2500 2800 الناس جاتهم بزاف على الاي 5 سيزيام، واخا انه حاليا يعني لي بيسي بورطابل الاخوان راه فيهم ثمن زوين، يعني اي 5 سيزيام ب 2500 راه ما كانتش شحال هادي قبل عام ولا قبل واحد 6 شهور، غتلقاش اي 5 سيزيام جينيراسيون في الاش بي نقيه بهذا الثمن ديال 2500. وتخيل معايا اش بي برو بوك هذا النقا ديالو بحال غتشريه جديد، ها انت هانا جديد جديد، شو اللور ديال البيسي علاش كان محطوط كيدير، هانا شو لي بور ديالو كيدير، شوف لي الكلافيي بحال جديد، غنصدمك في الثمن. اي 5 سيزيام جينيراسيون 128 SSD و 8 في الرام DDR4 ب 1999 درهم. اي 5 هاهي اللي ب 2500 ب 1999 درهم. كاينين عندي فقط 10 القطع. بي سي كيجيونا فيه لي بور يو اس بي، عندك فيه لاكارت سيم، هنايا الباف ديالو كيجينا سليم. شو البي سي ديالنا، شوف 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 شو الحجم ديالو كيدير، شوف الديزاين ديالو، شو النقا. هزيتي البيسي ديالك بحال هكا، هذا ملي غادي تشريه واش يقدر بنادم يقول هذا ب 1999؟ شوف غير البيسي والكونفيكوراسيون، واش هذا بيسي ديال 1999؟ المهمة الشارجور ديال الاش بي اوريجينال، وحاجة أخرى، حاجة أخرى تاهي مهمة، هاد الكابل الإخوان توا خصو يكون اوريجينال، وها هو اوريجينال، هذا يقدر يدير لك مشاكل يعني تحرق لك مع الشارجور، واللي يخرج لك على البيسي خصو يكون اوريجينال، ها هو مع البيسي، يعني كتاخذ البيسي ديال كامل مكمول اي 5 سيزيام 8 في الرام دي دي ار 4 و 128 اس اس دي ب 1999 درهم. هاد الفئه سالينا معايا، يعني اللي عنده هاد الثمن ما باغيش يفوت 2000 درهم احسن اختيار. نخلي لكم ليا ديال لو سيت الاول اللي بغى يكوموندي. الثانيه الناس اللي كيوصيوني على تينك باد، ماشي زعما تينك باد ما كايناش، راه ما تيلقاوش الناس هاد النقا. شوف ليا البيسي كيدير، شوف التبرع كيدير، شوف ليا لافيشاج اللهم بارك، انا فول اش تي 512 جيجا اس اس دي و 16 جيجا في الرام اي 5 سيزيام. شوف لي لومبرينت ملي غنديرها هي شاعله، انا لومبرينت ديالي دايره هنا كيتحل لي البيسي فوالا. لافيشاج ديالو شوف السلاسه وشوف الخفه، تي 470 هذا غير ب 8256 كيتباع في السوق ب 2700 درهم ولا 2800 درهم. تنهضر للناس على هاد النقا، شوف لي البيسي ركز عليه مزيان، دور عليه كامل، شوف شوف لي البيسي، شوف لي البيسي بوطون، شوف لي البوطونات ديالو جداد. هاد النقا اللي تنهضر عليه هذا ب 16 في الرام و 512 اس اس دي، غيبقى فقط 2750 درهم. الصدمه 2750 درهم تاخذ تينك باد بهاد النقا 14 بوس اي 5 سيزيام 16 512 اس اس دي 2750 درهم. شارجور راه خاصو يكون دوريجين ولا بلا ما تعطيني هاد البيسي، هاو اوريجينال ديال لونوفو، وكذلك كتاخذ معاه البريز ديالو اوريجينال، يعني هادشي كامل 2750 احسن اختيار في هاد الثمن، يعني 16512. بغيت تينك باد نخلي لكم في الليات الثاني، دوز لا كوموند ديالك، توصيل المغرب كامل للاشاره الاخوان، وعذروني على هاد المساله، راه هنا عندي 10 القطع كنقولها لكم من دابا، 10 ديال البياسات، وفي تينك باد كاينين 7 القطع، وغنعاود نقولها راه ما غتغلبناش الاخوان نجيبو 100 قطعه ولا 50 قطعه، لا راه تنعزلوا السلعه، تنحاولوا نعطيو للكليان احسن ما كاين. انا باش الكليان اللي كيشد البياسه في يدي كيتمتع بها، يعني الاخوان باش تكون يعني البيسي ليطا ديالو نقيه، بيسي ما ضربش بزاف، ماشي البيسي اللي كنشوفوا الاخوان خدام مثلا بزاف ولا مشارجي 1000 مره ولا 2000 مره، الباتريات ليطا ديالهم اكسيلونت، وهادشي كامل اللي كيشملوا واحد الضمان تام من عند الكترو السلام. اللي خاصو اي حاجه الاخوان الف مرحبا، المحل راه في الدار البيضاء، انسي مشروع السلام جوج، تبارك الله عليكم.